هسيبكم دلوقتي مع كاميرات برنامج هنا الجمهورية الجديدة في تغطية لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية EFMF. أشوفكم الأسبوع القادم يوم الجمعة الساعة 6 مساء. إلى اللقاء ودمتم آمنين. هو زيادة التوعية في المجال، مجال إدارة المنشآت والمرافق، لأن المجال دوت الفترة اللي جاية هو هيختلف تماما عن آخر 15 سنة. يعني من 15 سنة ما كانش في شركة أصلا لإدارة المرافق في مصر. دلوقتي إحنا عندنا زي ما إحنا شايفين في الحدث النهاردة أكتر من 30 شركة، وفي الواقع هو في الماركت في مصر أكتر من 200 شركة إدارة مرافق وأكتر كمان. فاحنا الهدف مننا ان احنا نزود التوعية في المجال، بلس كمان ان احنا نعمل كونكشن اكتر ما بين المستخدم مع شركات ادارة المرافق او مقدمي الخدمة. طيب ايه اللي هيضيفه الحدث لمجال ادارة المنشآت؟ هو اول حاجة احنا عرفنا اللي عايزه المستلقي الخدمة او الاند يوزر هو محتاج ايه بالظبط، زائد ان المؤسسات العالمية بتقدم الحلول المبتكرة في إدارة المرافق، بالتالي شركة الفاسيليتي مانجمنت او شركة مقدمي الخدمة بتعرف الاند يوزر عايز ايه والحلول المبتكرة ايه، فبتروح في الاخر انها بتوجد الستاندرد. احنا بنقدم الستاندرد في المجال. هو اللي بتشهده الدولة دي نهضة عمرانية غير مسبوقة، بتعتبر عاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين، كل المدن القديمة بقى فيه ظهير ليها مدن جديدة. القادة السياسية قالت احنا صرفنا، الدولة استثمرت مليارات في هذه البنية الأساسية التحتية، سواء طرق سواء خدمات سواء منشآت، عاصمة جديدة، مباني إدارية، مباني حكومية. هنا كان التوجه السياسي الصيانة والتشغيل، لازم نحافظ على هذه الأصول، وهنا بقى الاستدامة اللي احنا بنتكلم عليها والجرين فلاك، لازم يبقى فيه تكنولوجي، سمارت تكنولوجي. وكل المدن اللي طالعة دي في العالمين او في العاصمة دي اسمها مدن ذكية، جيل رابع وجيل خامس، تشتغل بالسمارت تكنولوجي. فشركة المقاولين العرب هي الشركة الرائدة في مصر في هذا المجال، وهي ليدنج في السمارت تكنولوجي ومؤهلة لتشغيل وصيانة لكل الأصول في مدن الجيل الرابع والجيل الخامس. حجم الكونستراكشن اللي بتعمل دلوقتي في الدولة في العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة والعين السخنة في الجلالة، طبعا مدن بتعادل تقريبا المساحة اللي موجودة حاليا في مصر. فالحقيقة اتجاهات معمولة بشكل محترم جدا، مبني على سستينابيليتي عالية جدا، وبالتالي إدارة الخدمات هيبقى ليها دور كبير قوي في الحفاظ على المنشآت دي بعد كده في المستقبل إن شاء الله. طيب إزاي من خلال مشاركتكم النهاردة بتقدروا تدعموا اتجاه الدولة في التنمية العمرانية؟ والله انا شايف يعني الحقيقه لغه الحوار هنا ما بين الزملاء كلها محترمه جدا، وكل واحد بيفكر بره الصندوق مع الشريك الاخر، واحنا يعني لينا السبق اللي احنا كنا فخورين اللي احنا حاليا بندير المتحف المصري الكبير وفي العاصمه الاداريه في اول مشروع فاسيليتي مانجمنت في الحي الوزاري، كان لينا الشرف اللي احنا فوزنا فيه مع تحالف احدى الشركات. فبالتالي يعني بدانا على الارض يعني، فان شاء الله التجربة تنجح ونبقى ديمو معمول لكل الشركات في العاصمة وفي المدن الجديدة بإذن الله. طبعا كلنا اللي شايفين، وانا مش محتاج نتكلم، احنا كلنا شايفين طبعا التوسعات يعني بتاع توجيهات سيادة الرئيس على مستوى الجمهورية كلها، وفي الاكستنشن اللي حاصل شرق وغرب وعلى كل المستويات علشان تدعم المواطن وتساعد المواطن. وطبعا جنب ده كمان احنا مش بنبني وبس، لا، توجيهات السيد الرئيس ان اي حاجة تتعمل لازم يبقى وراها صيانة عشان نحافظ على المباني ونحافظ على الحاجات اللي بتتبني، لازم يبقى داخل بعديها يخش الفاسيليتي، ودي من الحاجات اللي احنا كلنا طبعا شغالين عليها وسعداء بيها جدا عشان نحافظ على حاجتنا يعني اللي عملناها. الايفنت النهاردة جمع كل العناصر اللي مسؤولة عن صيانة المباني دي، تجمعنا مع بعض النهاردة بنبرين ستورم وبنفكر مع بعض ازاي نطلع باللي اتعمل ده وازاي نطور فيه. طبعا حجم البشرية اللي بيتعمل في الدولة دي احنا مش شفناهوش من زمان جدا،
ديفلوبمنت قوية جدا في كل مكان على مستوى مصر، ودي بتأهلنا ان احنا في الفاسيليتي مانجمنت ان احنا نخش فيه ان احنا نبني فكر ومنظومة للفاسيليتي مانجمنت جوه مصر، بحيث ان احنا نقدر نطور الفكر مع التنمية العمرانية، نخش كمان ان احنا ككونسلتنسي من اول البروجكت ما بيبدأ لحد ما نخش نبتدي لما حد البروجكت يبتدي اوبريشن. الايفنت ده يمكن احنا لو كنا اتكلمنا من 15 سنة ما كانش فيه كوميونيتي لحاجة اسمها فاسيليتي مانجمنت، كنا الناس ما تعرفش يعني ايه فاسيليتي مانجمنت. احنا في خلال السنتين اللي فاتوا ايت ايفنت والسنه دي ايت ايفنت برضو، حجم الكوميونتي اللي موجود بقى مش طبيعي في مصر، وهم ساهموا ان هم يجمعوا كل الخبرات اللي موجوده في الفاسيليتيز بحيث ان هو يتبادلوا النو هاو عشان تدعم نظريه البلد في اتجاه الفاسيليتي مانجمنت والخدمات بعد كده المشاريع اللي هتقوم. عايزه حضرتك تكلمني النهارده عن اتجاهات الدوله في التنميه العمرانيه. الحقيقه الدوله بتكبر جدا في التنميه العمرانيه على مستوى البلد كلها، اذا كان مدن جديده او منشات متخصصه. ده بيتهيألي مع اتجاه سياده الرئيس السيسي في الجمهوريه الجديده. حال ايفنت النهارده مجمع كل الشركات اللي بتشتغل في المجال ده، في كم سيشنز محترمه جدا بتعاور الناس وتعلمهم قد ايه احنا النهارده محتاجين الشركات دي، محتاجين السبورت بتاعهم، محتاجين ازاي نرفع الستاندردز في الخدمات اللي احنا بنقدمها عشان نواكب التقدم السريع في التنميه العمرانيه الموجود في البلد. ازاي من خلال مشاركتك النهارده بتقدروا تدعموا اتجاهات الدولة في تطوير التنمية العمرانية؟ والله أنا كجزء من شركة EFS النهاردة بنمثلها هنا، الشركة رائدة على مستوى العالم في المجال الفاسيليتي مانجمنت، احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننشر التوعية دي زي ما قلت لحضرتك. نشوف كل الزوار اللي هم بيمثلوا مؤسسات وجمعيات مرموقة جدا في البلد، بنحاول ننشر احنا ازاي بنقدم تكنولوجيا وبنقدم السوليوشنز في إدارة المنشآت. كمان احنا بنقدر نساعد كمان الدولة في تحقيق هدفها بالانفيرمنتال سوليوشنز اللي بنقدمها لتقليل كمية المخلفات حتى عشان البيئة تبقى على أعلى مستوى من خلالها. احنا ليدرز في المجال في الفاسيليتي مانجر في مصر، احنا بنشتغل في كذا قطاعات مختلفه، اول الناس اللي بتدي فاسيليتي مانجمنت خدمات المباني في 75 مجال مختلف. EFS من احدى الشركات الرائده في بناء مجال الفاسيليتي مانجمنت في مصر، اشتغلنا كتير على تحسين الاداء. EFS في مصر عندها موارد بشريه قويه، وانا متحمس بشكل كبير للايفنتس اللي بتحصل زي ايجيبت فاسيليتي مانجر فورمي بتاع النهارده اللي بيتعرف الماركت اكتر على مجال الفاسيليتي مانجمنت. والله فيك تقول انه من سنه 2015 وقت اللي احنا كنا موجودين بمصر وقت اسسنا الشركه شفنا تطور كتير كبير، وهذا طبعا التطور العمراني عم يخلق افزه نوعيه بالنسبه لاداره المرافق واداره الطاقه، وهذا الشيء بخلي العملاء يكونوا ديماندينج اكثر، يعني بيتوقعوا كتير سيرفيس ليفل عالي، وهذا الشيء من كتر التطور اللي عم بيصير شركات الفاسيليتيز مانجمنت بدها تشارك برفع هالاداء هيدا، وهذا الشيء اللي شفناه اليوم بالنسبه لاول يوم الايفنت. بصراحه الايفنت جدا جدا عنده فيجن كثير كبيره لحتى يعلي مستوى الاداء، وحتى نقدر نحن نأدي للعميل سيرفيس احسن ونرتقي بالسيرفيسز. نبتدي نتكلم مع الجهات المختلفه ازاي، سواء نتكلم على القطاع العام او القطاع الخاص او خاصه الحكومه، يعني نبتدي نتكلم معاهم ازاي ممكن نطبق ده. احنا بنحاول بنعمل حاجه على نفس المنهج بالنسبه لشركات اداره المرافق، ان الشركات دي يبقى ليها داتا بيز، ليها تصنيف، ليها رؤيه واضحه هتشتغل ازاي الفتره الجايه، بحيث ان احنا نقدر نفلتر السيكتور ده وبيزد عليه نبتدي يبقى لما انا سي مثلا عندي كومباوند او عندي اوفيس بيلدينج او عندي نيو ديفلوبمنت اعرف اروح لمين واتعامل معاه، لانه معترف بيه من جهه من الدوله او جهه حكوميه تقول لي الجهه دي او الشركه دي كواليفايد ان انت تقدر تشتغل معاها وفقا لاحدث المعايير العالميه.
والله الايفنت النهارده بيعمل عمليه تواصل ما بين الشركات وبعضها، ما بين مقدمي الخدمه ومستقبلي الخدمه، تعريف بالتكنولوجيات الحديثه اللي وصل ليها العالم الخارجي، مناقشه الافكار والاراء المختلفه في مختلف المجالات المتعلقه بالتشغيل والصيانه. تقدر تقول لي ازاي من خلال مشاركتكم النهارده بتقدروا تخدموا اتجاهات الدوله في تطوير التنميه العمرانيه؟ والله احنا كشركه بنسعى دايما بان احنا نستقطب افضل الموارد البشريه، افضل التكنولوجيات الحديثه في جميع اعمال التشغيل والصيانه المتكامله في جميع المجالات. الحقيقه بتحتاجي دايما ان انت تكوني متواكبه مع التطور التكنولوجي اللي في العالم، وده ان شاء الله بيدعم الرؤيه بتاعت الدوله للوصول لدوله جديده تليق بكل المصريين ان شاء الله.